النهاردة هناخد نوع جديد من الأمثال. في أمثال كتير قوي قالها المسيح استخدم فيها كلمة وكيل، لأن الموضوع ده يعني قاله المسيح كتير واستفاض في شرحه. هناخد منهم مثالين النهاردة الصبح. وكيل الظلم إصحاح 16 لوقا 16، وبعدين مثل الوزنات والأمناء كوكلاء برضو لوقا 19 أو متى 25. هناخد واحد منهم. يعني نبتدي الأول بلوقا 16. تلاحظوا الأول إن ده جاي ورا على طول الابن الضال، يعني لوقا 16 جاي في الشرح ورا مثل الابن الضال اللي خدناه امبارح. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوته. فدعا كل واحد من مديون سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظل الأبدي. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ بيعتبروا أصعب مثل، يعني المثل بتاع الحادي عشر في مشكلة أنه في تمييز شوية، إزاي واحد بيشتغل ساعة يتساوى بواحد يشتغل 12 ساعة، ودي اتناقشنا فيها امبارح وقلنا رحمة ربنا واسعة، وأنه اللي كان ما اشتغلش غير ساعة ما يعني ما عرفش يعرف ربنا قبل كده. هنا بقى في مشكلة تاني، أن الراجل ده حرامي، أن المسيح عاوز يعلمنا درس من واحد حرامي. ودي طريقة المسيح، كان بتستخدم أحيانا أوصاف مهينة ويوصف بها نفسه. مثلا يقول: أنا هاجي كلص. يا رب ما يصحش تقول على نفسك كده، لا أنا هاجي لكم كلص، فاسهروا لحسن هاجي لكم كلص. ومرة تاني يقول كعريس. فهنا هيعلمنا درس من واحد اسمه وكيل الظلم. فكرة الوكيل الأول فكرة مهمة. ليه؟ إحنا كلنا نعتبر وكلاء. ليه؟ ربنا خلق الدنيا ووكلنا عليها، فإحنا وكلاء عن الله على أنفسنا، على أولادنا، على الدنيا دي كلها. هو ساب لنا توكيل عام في الدنيا: اعمل اللي انت عاوزه، تعمل خير او تعمل شر، المهم انك انت هتتسأل في الاخر عن الوكالة. يعني في شرط انك وكيل ومعاك توكيل عام صحيح، بس لازم هتتسأل عملت ايه بالتوكيل. وده طبعا معنى طبيعي، اي واحد فيكم يعمل توكيل حتى الاقرب الناس ليه، بعد شوية هيجي يراجع عليه يقول له عملت ايه بالتوكيل، ليكون عمل حاجة غلط. فاحنا وكلاء، والمعنى ده لازم يشغلنا. انت وكيل لانك انت مش صاحب حاجة. ما هو الوكيل يبقى غشيم لو افتكر انه بيتصرف في ماله، هو الحقيقة وكيل. فلو انت مثلا وكيل عن صحتك، تصورت ان صحتك دي ملكك، الحقيقة انت مش صح كده، صحتك دي ملك ربنا. عمرك انت ده ملك ربنا مش ملكك. ولادك عطية ربنا مش بايدك. شغلك نعمة ربنا ما هواش حاجة باجتهادك. بيتك، علاقاتك، أصحابك، هتلاقوا كل حاجة هي الحقيقة بتاعت ربنا وموكلنا عليها. طبعا بيحصل للأسف إن احنا بننسى فكرة التوكيل أو الوكالة ونعتبر نفسنا أصحاب حق، فنبتدي نتصرف براحتنا. عشان كده في نص الليل الكنيسة بتختار لنا المثل بتاع لوقا 12 لما يقول: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. لكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلب سيده، يبطئ قدومه، يبتدي يغلط
يتحاسب. هنا بيقول إنسان غني له وكيل وشي به إليه بأنه يبذر أمواله. يعني الراجل ده سمعته وحش، فالوشاية وصلت لسيده أن الراجل ده وكيل ظالم، وكيل ظلم، يعني بيسرق. ودي معروفة في البزنس يعني وفي كل العلاقات، واحد بيبقى معاه الختم. طبعا الختم ده سلاح خطير جدا، هيختم أي ورقة وهيمضي مكان صاحب الشأن لأنه معاه توكيل، ويمشي حاله ويطلع ويكسب. فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. قال له: اقفل حسابك على كده عشان أنت مش هتنفع وكيل إنيمور. يعني جاله إنذار أنه خلاص كده فرصتك خلصت، قفل حساباتك. خلي بالكم، هو اداله يبدو مهلة بسيطة جدا، قد تكون ساعات أو أيام أو لآخر الشهر، اعمل حسابك ده آخر شغلك معايا. فقال: أسلم العهدة وأقفل حساباتك. على فكرة القرار ده يعتبر لنا كلنا، يعني إحنا في المهلة، إحنا في آخر ساعات أو أيام وهنسلم العهد. فجالنا أمر من السماء بيقول: أعطي حساب وكالتك، يلا تعالى نتحاسب، أنا سمعت أن أنت مش أمين. لأن هنفاجأ أن الراجل ده بالرغم أنه جاله قرار إعدام يعني أو رفض، عمل حاجة المسيح عجبته أبو. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة، راحت كده عليا، ولست أستطيع أن أنقب، يعني مش هقدر أحفر في الأرض عشان أطلع فلوس ولا أكل، وأستحي أن أستعطي، مش معقول بعد المركز ده هروح أشحت. طب أعمل إيه؟ قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوته. أنا عارف هعمل إيه، هيعمل إيه؟ دعا كل واحد، هو لسه معاه التوكيل بس فاضل له مهلة، فاهمين؟ لسه معاه الختم. فدعا كل واحد من مديوني سيد، وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ سيده ده كان بيشتغل في البزنس يعني في السوق، فطبعا في ناس بتاخد منه بكمبيالات بورق، فالورق ده مين اللي بيمضي عليه او مين اللي يقدر يغير فيه؟ اللي معاه التوكيل واللي معاه الختم. فقال له: انا مديون لسيدي ب100. قال له: طب هات، ايه رايك نخليها لك 80 بدل 100؟ قال له: سلام، كتر خيرك. هو حرامي طبعا لانه هو كان بيخسر سيده، فاهمين؟ بس قال له: خليها عليا وخليها لك 8. فطبعا قال له: ده احنا نتشرف بيك بقى، ولازم تتعشى عندنا بقى، ونثبت لك يوم في الاسبوع بقى تتعشى عندنا. جاب اللي بعده، قال له: ايه انت كم عليك؟ قال له: 100 قر قمح. قال له: طب اكتب 80. والاولاني كان عليه 100 وبث زيت، اللي هي المعيار يا جماعه، البث ده زي الجالون كده، خليها له 50، والتاني الكر زي الشوال كده خليها له 80. طبعا الشغل ده يغيظ اي واحد هو بيسمع. نفاجأ ان المسيح قال: بس الراجل ده في حاجة كويسة، مدح السيد وكيل الظلم. دي اصعب آية بتلخبط الناس، لانه انا هرأي ربنا عاوز يعلمنا السرقة او الغش، لا حاشا، لانه بعد شوية على طول هيقول ايه؟ الامين في القليل. فاذا المسيح مش بيلغي الامانة، امال يا رب مدحته على ايه؟ مدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة فعل. اني حكمة؟ ده راجل غشاش، ده راجل سرق. لا، في حكمة تاني ما خدتوش بالكم. أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. هنعديها دي ونرجع لها. أنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. الراجل ده كان عنده حكمة في نقطتين: هو حرامي، غشاش، ضميره واسع، مش أمين. فالمسيح هيقول: خليكم أمنا. لحسن حد يقول: أنا تعلمت من مثل وكيل الظلم كيف أكون غشاش. لا، تبقى بتفهم الحكاية على مزاجك، المسيح ما قالش كده. لا، الحكمة هنا في نقطتين: أولا إزاي تعمل أصدقاء، إزاي تشتري الناس، إزاي تكسب الناس للملكوت، هنفهمها دلوقتي. ثانيا إنه فكر في بكر، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. يعني اللي مشغول بالفلوس يا جماعة ما يعرفش يشتري الناس، لازم يخسر الناس. الحكيم يشتري الناس بالفلوس، بس برضو ما تفهموهاش غلط. أقصد إيه؟ قيمة الناس عنده أهم من الفلوس. الجاهل قيمة الفلوس أهم من الناس.
في واحد يخسر الأخوه عشان الفلوس يبقى جاهل، وفي واحد أخوه أغلى عنده من الفلوس مش هيخسره حتى لو سرقه، فهمنا؟ يبقى حكيم. فهنا الرجل ده كان ممكن يهلف في جيبه لآخر لحظة يلحق نفسه ياخد شوية، لا هو لقى انه مهما خد هيخلص بعد كده، فلقى انه في حل تاني، انا اخلي الناس كلها تحبني وصالح كل الناس اللي انا ظلمتهم قبل كده. من الظلام كان ظالمهم، وكيل الظلم كان افترى، قال لا انا اصلح موقفي مع كل الناس وهشتري كل الناس واخلي كل الناس تحبني وهصرف كل اللي معايا دلوقتي عشان لما تفد الاقي اللي يعشيني، الاقي اللي يشيلني. ماشي؟ يبقى الحكمة الأولانية أن الراجل ده بدل ما ياخد الفلوس في جيبه قال لا الناس أهم. ماشي؟ الناس أهم، هذه حكمة. هل عندك الفلوس أهم ولا الناس أهم؟ لو أنت وكيل أمين الناس أهم من الفلوس، لو وكيل ظالم هتبقى الفلوس أهم من الناس. عشان كده بعد شوية يا جماعة هيقول محدش يقدر يخدم سيدين، يا ربنا يا الفلوس. ربنا والناس في كفة والفلوس لحدها في كفة. لو حبيت ربنا هتحب الناس وهتنسى الفلوس، لو حبيت الفلوس هتنسى ربنا وتنسى الناس. الحكمة التانية في الراجل ده انه انشغل ببكرة، بكرة اللي هي بعد بكرة في مسألة العذار لو تفتكروا، انشغل بحتى اذا فنيتم، انا لو اترفدت هروح فين، انت لو سبت الدنيا دي هتروح فين، حد في السماء يعرفك، حد في السماء يشفع فيك، عملت خير يقدمك قدام ربنا، في غلابة هيقولوا الراجل ده تبعنا، ولا انت مالكش حد، كل اللي هيشوفوك في السماء حوش يا رب حوش البعيد ده، ده اللي ظلمنا، ده اللي افترى، ده اللي غشنا، ده اللي كذب علينا، ولا هتلاقي غلابة في السماء يقولوا ايوه رب ده حبيبنا ده كرمنا. ماشي؟ عشان كده بيقول اصنعوا اصدقاء لكم بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظل الابدي. يبقى الحكمة في ايه؟ مش في الطريقة الغشة، لا، لكن عاوز يورينا ان حتى الحرامي ممكن يعلمك درس. الدرس ايه من الحرامي؟ ان الحرامي اللي مشغول بالفلوس جاله يوم يعرف قيمة الناس اكتر من الفلوس، والحرامي الغشاش ده جاله يوم يفكر في بكرة ويشتري بكرة النهاردة، جاله يوم يفكر ان الابدية مش هيلاقي حد يقبله، بكرة محدش عليه، فمن النهاردة لحق يصلح موقف. كأنه المثل ده بيعلمنا نقطتين، حط الناس قبل الفلوس دايما، خلي دي قاعدة، الناس قبل الفلوس ايا كان، ايا كان الناس. القاعدة التانية المهمة جدا، فكر مين هيستقبلك في السماء، في حد خدمته يشفع فيك؟ بحب التعبير اللي قاله يوحنا ذهبي الفم، قال ثروة الاغنياء الفقراء، يعني الغني ثروته الحقيقية في شوية الغلابة اللي هيشهدوا له قدام ربنا انه ده حبهم وسندهم وشالهم وسطر عليهم. لكن مهما كان عنده من فلوس وممتلكات دي ثروة غشاش، لان هو هيسيبها والثروة دي هتروح في اي لحظة، تتسرق في اي وقت. لكن ثروته اللي مش ممكن تتسرق، كم عدد الغلابة اللي حبهم وخدمهم، كم عدد اصدقائه اللي في السماء اللي هيشفعوا فيه. تنسوش انه معلمنا يعقوب قال كلمة جميلة، قال ايه؟ اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت، كأن الفقراء سكتهم اسهل مننا وميراثهم للملكوت اسهل مننا. طب دول اللي هيكونوا في الملكوت دول بقى اللي يعني من حقهم يفتحوا الباب ويقفلوا الباب؟ فلما يقولوا ربنا ايوه رب ده كويس، ده خدمنا، ده بيحب الغلابة، خلاص يبقى انت عملت اصدقاء بمال الظلم. هنا ندخل في قضية مال الظلم، هل مال الظلم مقصود بيه مال الحرام؟ لا، الكنيسة عندها مبدأ ما بتقبلش عطية من مال حرام، ما تقبلهاش. لكن مقصود بيها انما هي الفلوس اللي في ايدك دي اساسا مش فلوسك، فهي كده كده ظلم. فاهمين؟ زي فكرة الوكيل، هو اللي في جيبه 10 جنيه ده دلوقتي، ال10 جنيه دي عطية ربنا في الحقيقة، فكده كده انت وكيل عليها، انت بتستغلها لنفسك، فانت ظلمت ربنا لانك ما فكرتش تساله ال10 جنيه دي يا رب عاوز نعمل بيها ايه، ما هي مش فلوسك. فكده كده كل المال يسمى مال الظلم، على اعتبار ايه؟ انه عطيه ربنا واحنا خدناها
وما رجعناش لربنا. وبتعبير آخر المال مادة للظلم، المال دايما هو أساس الظلم اللي في الدنيا. فتلاقوا الجنيه اللي في جيبك هو اللي خلى واحد يموت واحد، وخلى واحد يسرق، وخلى هو نفسه الجنيه اللي عمال يلف علينا. فكده كده الفلوس دي مادة الخطية، مادة الظلم، ما حقيرة يعني، ضيعت ناس كتير جدا. فخليها تحت رجليك، وأحسن استثمار ليها اشتري بيها أصحاب. ومين الأصحاب اللي تقدر تشتريهم بالفلوس؟ اوعى تفتكر الأغنياء، الأغنياء مش هيدخلوا السماء يشفعوا فيك، مش هم دول. لأنه يسوع في مثل تاني قال لما تعمل وليمة ما تدعيش البهوات، ادعي الغلابة، لأن البهوات هيجاملوك ويردوا العزومة، كده ما خدتش حاجة. لكن لما تعمل للغلابة مش هيجازوك، مش هيردوا لك، ساعتها ربنا هيرد لك. فاهمين؟ هيردوها لك في السماء يعني. فإذا احنا بنتكلم عن أصدقاء من النوع الروحي، أصدقاء الخير، أصدقاء الصدقة، أصدقاء بمعنى المحتاجين، اللي انت الفلوس دي كان أهم حاجة عندك، أهم استخدام عندك إنها تروح في مكانها. يعني كنت بتسأل ربنا يا رب الفلوس دي عاوزها لمين؟ مش معنى كده هتجوع ولا حاجة، لا، لكن هتعيش حياة جميلة وتبقى عملت أصدقاء كتير قوي. تصور واحد زي الأنبا برام اللي احنا بنخدم على اسمه ده. أنبا برام ده عاش حياته كلها ما بيخليش جنيه في جيبه، كل غلبان يطلب يدي مهما الناس يعني قالت له انت مغفل وانت غلطان وانت مبذر وانت ما بتسيبش فلوس اللي في الدير. ولما بقى اسقف بقت نفس الطريقه، وشكاوي قد كده فيه، هو مش عاوز يغير منهجه. طول حياته يشتري اصدقاء، كميه الاصدقاء الفقراء اللي هيقفوا له في السماء يشفعوا فيه ده، كميه الغلابه اللي خدمهم ومستنينه في الابديه، دفعوا عن حاجه طابور ملوش اخر. وكل واحد منهم غالي عند ربنا جدا، ده ربنا حط مكانه نفس مكان الفقير وقال انا اللي جعان وانا اللي عطشان وانا اللي عريان وانا اللي مريض، فدول غاليين. وقال اخواتي الصغيرين دول اللي يخدمهم يخدمني. يبقى الحكمة في هذا المثل هي انك تشتري اصدقاء بمال الظلم، بمعنى انك تخدم الفقراء وتستثمر فلوسك اجمل استثمار في عمل الخير. الحكمة التانية انك تبقى مشغول، بكرة لما افنى حد هيقبلني في السماء ولا مش هيقبلوني؟ لما اخد استمارة ستة ها هروح فين؟ هلاقي اكل في السماء؟ هلاقي مكان ولا مش هلاقي؟ الراجل ده طلع ناصح، لانه اول ما خد الرفض كان في كذا واحد مستنينه على الغد، كلهم بيقولوا له اهلا وسهلا. ليه؟ صلح موقف، اشتراهم بمحبة. واضحة الفكرة؟ يبقى فهمنا كلمة وكيل، احنا كلنا وكلاء على صحتنا وعلى اولادنا وعلى علاقتنا وعلى فلوسنا بالذات. الفلوس بالذات مادة للظلم، الباقي يمكن حلو، لكن الفلوس بالذات مصيبة، كارثة، حاسب منها. ما تسرقكش، ما تضيعش عمرك، ما تعيش طول عمرك وكيل للظلم. جالك انذار وجالي انذار النهاردة، اعطي حساب وكالتك، انت لا تصلح ان تكون وكيلا بعد، خدت فرصة طويلة وما كنتش وكيل أمين. عند أيام بسيطة صلح موقفك لو قدرت، عندك فترة ما نعرفش قد إيه، يلحقت تعمل أصحاب يا راحت منك. فاصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. استخدام كلمة المظال حكم جميلة من ربنا يسوع. ليه؟ اليهود كان عندهم عيد اسمه عيد إيه؟ عيد المظال. كانوا يعملوا فيه إيه؟ عندهم ثلاث أعياد كبار، عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين. الفصح بقى القيامة، والخمسين بقى العنصرة عندنا، والمظال نقول فكرته، المظال ده احنا مستنينه في السماء. كانوا يطلعوا اسبوع في السنة بره بيوتهم، ويسكنوا في خيم ممنوع يسكنوا في بيوت اسبوع كامل وما يشتغلوش. ليه؟ يعيدوا العيد ده كل سنة عشان يفتكروا الأربعين سنة اللي قعدوها أجدادهم في البرية ساكنين في مظال. بمعنى ربنا كان مضلل عليهم وساتر عليهم، بالرغم من قسوة الصحراء والبرد والحر ومفيش أكل، ربنا ظلل عليهم لغاية ما عداهم من سينا لكنعان، فيحتفلوا بعبورهم الصعب ده بضلة ربنا بالظلال دي بالمظلات دي أسبوع في السنة كل سنة في عيد المظال.
فربنا نبهنا في الكلمة دي ان في حاجة اسمها المظلة الابدية. يعني ايه؟ ان كان ربنا عال الشعب 40 سنة في البرية محتاجوش اكل ولا شرب، وحتى يقولوا ولا جزامهم نعال جزامهم دابت 40 سنة، تصور واحد جلود جزمته ما تدوبش 40 سنة، حاجة مش طبيعية. فقال في حاجة اسمها المظلة الابدية، يعني تيجي عندي السماء انا بقى اللي ارعاك، ما تحتاجش ولا حاجة خالص. طيب تعملها ازاي؟ اشتري اصدقاء بمال الظلم، عشان لما تعدي فنيتهم يقبلونكم في المظلة الابدية. نرجع للكلمة قالها ربنا يسوع، وقال ايه بحكمة انفعل؟ لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. يعني ايه يا رب؟ المفروض تقولها بالعكس، ابناء النور احكم من ابناء هذا الدهر. ابناء هذا الدهر يعني ولاد الدنيا، ولاد الدنيا احكم من ابناء النور. خلي بالكوا في ايه؟ في جيلهم. بمعنى بص بقى، لو انت هتسابق ابن الدنيا في يومه هيكسبك. عاوز تتلائم على واحد ابن الدنيا هيضحك عليك. عاوز تبقى خبيث عشان تصارع مع الخبثاء أهل هذا العالم هيدسوا عليك. أولاد هذا الدهر أحكم هنا بمعنى أكثر خبثا وأكثر دهاء وأكثر غشا. فلو أنت عاوز تعيش زيهم وكيل ظلم هيندس عليك. ماشي؟ بمعنى هنا كلمة حكمة، مش الحكمة الروحية بقى، لا، هنا الحكمة أحيانا تؤخذ بكلمة الخبث أو الدهاء. يعني ودي موجودة في الكتاب في كذا موقف، ان الحكمة في نظر الناس ليه؟ لما تلاقي واحد بالفهلوة والغش كسب كتير قوي يقول لك الراجل ده حكيم. مش حكيم طبعا. بالظبط كده، دي اللي قال عنها يعقوب ان في حكمة اسمها حكمة شيطانية نفسانية، ليست نازلة من فوق، مش من عند ربنا دي. بس في لغة اهل العالم يقول لك فلان ده حكيم عشان بيجيب فلوس، بس هو مش حكيم، هو غش عش. ماشي؟ فمش هي دي الحكمة. لكن في منظور حكمة العالم ولاد الدنيا أحكم من ولاد ربنا. بمعنى يا ابن ربنا، إذا كنت هتقلد ولاد العالم هيغلبوك. عاوز تعيش شبههم لازم يدوسوا عليك ويكسبوك. فأنت مالكش غير سكة واحدة، تاخد حكمة ربنا وتبص على الأبدية. لأنك لا، هم ليهم نيتهم، لأنهم من التراب وإلى التراب. طب أنت مدعو للملكوت، خليك شبه ربنا، مش الحكمة بتاعت الدنيا اللي تجري وراها. واضحة الفكرة؟ برضو خلي بالكم دي تؤكد ان المسيح مش عاجبه وكيل الظلم في غشه. لا، المسيح ما مدحوش على غشه، مدحه على نظرته المستقبلية، وندحه على فكرة انه عمل اصحاب، اشترى اصدقاء بمال الظلم. عرف ان قيمة الفلوس انك تاخد بيها ناس، تكسب بيها ناس. اخسر الفلوس واشتري نفوس. اخسر الفلوس وما تسيبش حد يزعل منك ولا يخسرك. اخسر كل الفلوس ما يهمكش. فاكرين حكاية أنبا بولا اللي هنزوره بكرة؟ أنبا بولا كان رايح مع أخوه عند القاضي ولا العمدة عشان يتفاهموا على الميراث، وهو في السكة شاف واحد بيدفنوه، والناس يا عيني بتقول ده كان شاب صغير وراح فجأة. فأنبا بولا حس الكلام ليه، يعني أنا في لحظة كده أروح وبعدين أسيب الدنيا وأنا متخاصم مع أخويا عشان ايه؟ يعني هاخد ايه بالفلوس؟ ما هو راح اهو وهدود هياكله وساب الفلوس. ساب اخوه جري، واخوه قعد يدور عليه، وبدا حياته كسائح وكراهب وكقديس. واخوه بعت له 100 مرسال يقول له خد كل الفلوس وارجع، لان كمان اخوه تاب ورجع. قال له انا اخترت الطريق الصالح، وفضلوا حبايب لاخر الدهور. لكن انبا بولا اتنبه انه اخوه اغلى جدا من الورث اللي سايبه ابوه، مش ممكن يخسره، ياخد كل حاجة بس ما يخسروش. يحكوا مرة قصة تاني، قبل أنبا بخوميوس ما يدخل المسيحية كان قائد كتيبة، وراح ناحية طيبة الأقصر، كان معاه قرار بأنه يضرب في القرية دي. ولما عسكروا طلعوا الناس الستات بقى المصريين الطيبين شايلين الحلل وعاملين لهم وليمة. فقديس بخوميوس كان لسه وثني، انتوا عارفين انتوا جايين احنا جايين ليه؟ قال له مش انتوا اللي جايين تموتونا؟ قال لها فقالت له طيب ما احنا جايين نعشيكوا عشان انتوا جايين من سفر. كان منظر غريب جدا ان الناس طالعه عامله لهم وليمه لان دول شرفوا، ففي واجب ضيافه لازم يعملوه بالرغم ان هم معاهم اوامر بان هم يموتوا الناس. تاني يوم قال لا طبعا
ما رضاش يضرب في البلد، وقال انا عاوز اعرف كبير القريه. طبعا القرى كانت مسيحيه كلها، فقالوا له كبير القريه ابونا. فراح قعد مع ابونا، قال له يا فلان انا عاوز اعرف، هو انتم ما عندكوش مشاكل زي اللي في الدنيا؟ قال له لا عندنا. قال له اقعد جنبي هتلاقي المشاكل، كل يوم عندي مشاكل. قال له ايوه كده. قعد جنبه، جم اتنين متخانقين. قال له تمام كده، اتنين اخوات متخانقين زي الدنيا بالظبط. قال له اسمع، فواحد بيقول لابونا ايه، بيقول له يا ابونا ابويا انا مات واخويا صغير لسه ما اتجوزش، بقول له خد الطين كله عشان تعرف تجهز نفسك وتبتدي حياتك. والصغير بيقول له اخويا الكبير ده متجوز وعنده عيال، انا بطولي انا هقدر اقول نفسي، خليه هو ياخد الطين كله عشان يربي عياله. ومتخانقين. فطبعا القديس بخوميس شاف المنظر ده وقلع ثوب العسكرية وبدأ الرهبنة، اتعمد طبعا وبدأ راهب وأسس رهبنة بقت اسمها الرهبنة البخومي، مبنية على أساس الشركة والحب. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. يكمل ربنا يسوع يقول إيه، الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. يعني إيه؟ طبعا الرجل ده خلاص بقى برا الأمانة، هننسى وكيل الظلم خلاص، علمنا الحمد لله هذا جناب الحرامي ده، علمنا حاجتين، إن إحنا نشتري الناس ونحضر للأبدي. لكن بعيدا عن الأمانة بقى، المسيح قال لنا بصوا، اللي أمين في القليل أديله كتير. إيه القليل والكتير؟ الفلوس في نظر ربنا حاجة قليلة جدا، الكتير إيه؟ الاستنارة الروحية، مواهب الروح القدس، المحبة، السلام، دي حاجة ثمينة عند ربنا. فاللي يبقى أمين في القرش اللي في إيده أديله كتير بس مش فلوس، أديله سلام وأديله فرح وأديله بركة وأديله نعمة في عينين الناس وأديله كل الناس تحب وأديله توفيق في كل خطوة ماشي، أقيمه على الكثير. وهيبقى أمين في حاجات كتيرة كمان. يبقى القليل هو الفلوس، عشان كده اللي ما بيرضاش يطلع العشور أو بيغش في الفلوس مش ممكن يكون أمين في حياته الروحية، لأن هي تبتدي بالقليل الأول. العشور، الشغل، الالتزام، الأمانة في العمل، دي نمرة واحد. لو أنت أمين في القليل ممكن تبقى أمين في الكتير، في الصلاة وفي الصوم وفي الإنجيل وفي خدمة الناس. يكملها ويقولها تاني إزاي، الظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. يعني اللي حرامي في شغله طبعا هيظلم ربنا في الصلاة، ما هيغش ربنا نفسه في الحاجات الكتيرة. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ لو أنت مش أمين في فلوس الدنيا اللي كلها ظلم، إزاي ربنا يديك الحقيقة؟ عاوز تقرب من ربنا إزاي؟ يأتمنك على نفسه إزاي؟ ما هو الحق هو المسيح مش كده؟ من يأتمنكم على الحق إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم؟ لو أنت مش أمين في حياتك العملية مش هتاخد المسيح، المسيح مش هيأتمن نفسه عندك. فاهمين المعنى؟ الحياة الروحية مش هتبقى ملكك لأنك ما بدأتش بأمانة في حياتك العملية. وده ارتباط وثيق بين الأمانة مع الناس وفي الفلوس وبين الأمانة في الحياة مع الله أو العمق في الحياة الروحية. فاهمين المعنى؟ الحياة الروحية مش هتبقى ملكك لأنك ما بدأتش بأمانة في حياتك العملية. وده ارتباط وثيق بين الأمانة مع الناس وفي الفلوس وبين الأمانة في الحياة مع الله أو العمق في الحياة الروحية. نفس المعنى يقولوا إيه، وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ وكأن المسيح اعتبر حاجة مهمة هنا، أن كل الفلوس اللي في جيبك دي تحت عنوان إيه، ما هو للغير. بصراحة كده أنا منساش واحد الحقيقة بيزنس مان علمني الدرس ده في بداية خدمة العشوائيات من 10 سنين، فأنا من النوع اللي أخجل جدا أتكلم مع حد في فلوسه بتاعه. ففي مرة كنت في زيارة عنده عادي قبل ما بقى كاهن كمان، فقال لي انتوا محتاجين ايه بتاعه؟ قلت له مفيش حاجة. فقال لي يا دكتور عاوز اقول لك حاجة، انا الفلوس اللي عندي دي مش بتاعتي، انتوا بتعملوا حاجة انا ما بقدرش اعملها، بتلفوا على الغلابة وبتشوفوها، انا مرسلجي، ربنا بعت لي فلوس عشان اسلمها لكم وانتم مرسلجية تاخدوا الفلوس وتوصلوها لولاد ربنا، فانا فاعل وانت فاعل وانا لا لي فضل ولا انت ليك في فضل، وكل واحد بيقوم بالدور اللي عليه، فانا ما بعرفش اعمل غير ان انا اديك مبلغ واقول لك يعني يصلي لي. فالراجل كان بيقولها بمنتهى البساطه بس كان الدرس، ان الفلوس اللي عندي مش بتاعتي،
فدي مال الغير، هو شايفها كده ومقتنع بيها كده، هو فاهمها كده، فقال الفلوس دي لو فضلت عندي انا بقلق، دي مش حقي، حق الغلابة، وكل قرش زيادة بيجي ببقى مبسوط جدا عشان الغلابة، لان دي مال الغير. من ان لم تكونوا امناء فيما هو للغير فمن يأتمنكم على ما هو لكم، من يعطيكم ما هو لكم. انت طالب طلبات كثير، طيب قبل ما تطلب فكرت في حق الناس عليك، فكرت في حق الغلبان عليك، فكرت في حق الجاهل عليك، فكرت في حق المريض عليك. طب انت صحيح ومثقف وغني وربنا مديك كتير قوي، فكرت في حق الناس اللي المفروض يقسموا القرش اللي جاي لك ده معاك، لان ما عندهمش هم نفس الفرصة. طب ما كان ممكن العازر يتولد مكان الغني والغني يتولد مكان العازر، كان ممكن نبقى اي واحد فينا مرمي في الزرايب ولا في الألج في افقر ظروف، ما احنا ملناش فضل قوي في ان ظروفنا خدمتنا، ده ربنا ادانا الفرصة دي. فان لم نكن امناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم. انت عاوز بقى ايه؟ بتطلب بركة؟ طب كنت امين في اللي في ايدك؟ رعيت حق الغلابة ولا نسيهم عشان تاخد اللي ليك؟ اللي ليك ده توبة، اللي ليك ده غفران، اللي ليك ده بركة، اللي ليك ده سلام ونجاح، اللي ليك طلبات كتير. طب اللي ليك ده ماشي هيجي لك، بس الاول شوف ما هو للغير. المثل ده جميل وينتهي بقصة ايه؟ لا يقدر خادم ان يخدم سيدين. احنا كده كده خدامين يا جماعة، يا خدام للدنيا يا خدام للربنا، ما حدش فينا مش خدام، يا تخدم ربنا يا تخدم الدنيا والفلوس يعني. اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر، يا هتلزق لده وتسيب ده، يا هتلزق لده وتسيب ده، ملهاش حل تاني. ماشي؟ لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، وكان الفريسون يسمعون هذا كله وهم محبون للمال. الفريسين المتدين جدا بيعبدوا المال، مع أن هم قمم التدين، فاهمين؟ فاكرين الفريس اللي يقول له أنا لست مثل باقي الناس الخطاة ولا مثل هذا العشار، أنا بصوم وأنا بعشر، بس هو قلبه فين؟ مع الفلوس. فاستهزأوا، ما عجبهمش كلام المسيح طبعا. واحد بيقول لهم حبوا الغلابة، واحد بيقول لهم المال اللي في ايديكم مال ظلم وانتوا وكل عليه، ما يعجبهمش طبعا الكلام. قال لهم خليكم امنا فيما هو للغير يعطيكم ما هو لكم. فقال لهم انتم الذين تبررون انفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم. خليكم تجملوا قدام الناس، بس ربنا عارف القلب، لان المستعلي عند الناس هو ركس قدام الله، يعني المفتخر بنفسه والمتعالي والمتكبر إما بفلوسه أو بتدينه، عند الناس هو ركس قدام الله. ركس اللي هي زي النجاسة أو الرجاسة، يعني الذبيحة المرفوضة، الحاجة اللي يتأفف منها ربنا. الشخص المتكبر ده، المستعلي اللي حاطط نفسه في مكان عالي، ده ركس قدام الله. معلش ناخد حتة تاني، لقى 19 عدد 11، هي مرتبطة أصلها شوية بالفكرة بس ليها فيها درس جديد تاني. حصل بعد ما قصة زكا في أول لقى 19، يسوع قابل زكا، وزكا ده أساسا كان عبد للمال، أنتوا عارفين قصته، العشار اللي كان بيحب الفلوس جدا واشتهى يشوف يسوع، فيسوع قال له أنا عاوز أدخل بيتك، دخل بيته قال له النهاردة من هنا ورايح، لأني هعمل إيه؟ أرد أربعة أضعاف ونص أموالي هديها للفقراء. فكده معناه محبة المال اتكسرت خالص، واتنقل من غني غبي الى وكيل امين، لانه عرف الفلوس يحطها فين وعرف يوصل لربنا ازاي. ماشي؟ فبعد قصة زكا على طول، اذ كانوا يسمعون هذا لما دافع عنه يسوع في الاخر، قال لهم ده ابن ابراهيم يا جماعة، ده ابن الانسان جاء ليخلص ويطلب ما قد هلك. قال مثلا، لانه كان قريبا من اورشليم وكانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. يعتقد ان زكا ده اخر واحد خدع المسيح على الماشي وهو نازل على اورشليم في زفه حد الزعف، فدايما يفكرون ان زكا ده زي اللص اليمين، قبل ما المسيح يدخل كملك اورشليم خد زكا بدقي معاه، اخر واحد زكا اللي هو البعيد اللي ما كانش حد يتصور انه ممكن المسيح يدخل بيته. فبعد ما خد زكا في الزفه ونازل وهم مقربين على اورشليم وحواليه الافات مؤلفه، فالناس كلها متوقعه ان ده يوم تتويجه ملك، واخدين بالكم؟ وهو ده حد الزعف بقى. قال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فقال لهم مثل عن الملكوت، قال لهم في واحد أمير
راح يعمل مملكة، يعني يحارب جيش عشان يرجع ويبقى ملك. فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة. يبقى الأمناء دي يا جماعة عبارة عن وزنة فضة اسمها أمناء أو أمنة أو وزنة بيسموها، وزنة فضة يعني إيه؟ رأس مال لها قيمة كبيرة مادية، يبتدي يتاجر بها الشخص ويعمل بقى شغل ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيد مناكة، مناكة اللي هي جمعها أمناء يعني، ربح 10 أمناء. قال لنا استثت لي منة واحدة يعني وزنة واحدة، أنا خلال الفترة اللي انت غبتها بقت 10. فقال له نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. أتاري الملك ده راح إيه؟ اشترى بلاد بلا عدد، ملك ضخم جدا، إشارة للمسيح له المجد، هو ذا قد صارت الممالك كلها لله. فقال له تعالى بتاع 10 وزنات، إيه رأيك بقى؟ هتاخد قصادها 10 بلاد، حاجة يعني فرق ضخم جدا. خلي بالكوا الأمين في القليل نفس اللي كان بيقوله يسوع دلوقتي في وكيل الظلم. ثم جاء الثاني قائلا يا سيد مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر وقال قائلا يا سيد هو زمناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارف؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له يا سيد عنده 10 أمناء، لأني أقول لكم أن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدام. قصة أنه ده راح ملك انتصر، أول ما ساب البلد بعد ما وزع على العبيد الأمناء، خلي بالكوا دول 10 عبيد مش كده، واداهم 10 أمناء، يعني مدي لكل واحد فينا وزنة. دايما 10 ده رقم كامل، معنى كده مفيش ولا واحد فينا ما عندوش حاجة يتاجر بيها، لا كل واحد فينا وكيل وكل واحد فينا واخد وزنة من ربنا. الوزنة دي ممكن تبقى علاقاته، ممكن تبقى إمكانياته، ممكن تبقى شخصيته، ممكن تبقى صحته، ممكن تبقى تدينه، ممكن تبقى معلوماته، ممكن تبقى قراياته، ممكن تبقى حاجات كتير قوي، كل دي وزنات. فمحدش ما عندوش، محدش ما ينفعش في شغل ربنا، دي أساسية، وكل واحد واخد أمن. وبالتالي كل واحد هيتسأل عملت إيه بالوزنة اللي عندك. جيل الأولاني كان شاطر، قال له مسافة ما سافرت ورجعت أديني كسبت 10، قال له تبقى على 10 مدن. لما سافر في بقى بعيد عن 10 عبيد في أعداء بيكرهوا المسيح وبعتوا له سفارة قالوا له ما ترجعش. خلي بالكم التعبير ده، في ناس بيقولوا المسيح مش جاي، بيرفضوا أساسا القضية، دول نصيبهم إيه؟ دول هلاك، هاتوهم واذبحوهم قدامي، ده يوم دينونة مستنيهم. كل اللي بيرفضوا ان المسيح اله او ملك وبيرفضوا كمان فكرة مجيئه التاني، دول بره القصة. احنا بنتكلم عن شعب المسيح اللي ربنا موزع علينا وزنات نتاجر بيها. التاني 5، ودي تفكرنا بمثل الزارع 30 و60 و100، يعني في واحد بنفس الوزنة تاجر اكتر، في واحد اجتهد اكتر، في واحد اتشطر اكتر، سهر اكتر، تعب اكتر، اجره اكبر بس نجح. والتاني برضو اللي جاب 5 قال له نفس الكلام الحلو، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، خليك على 5 مدن على قد شطارتك. التالت بقى كان بيستنصح، فقال له بص بقى أنا كنت عارف أنك أنت إنسان صارم، صارم يعني عادل يعني جد، فأنا قلت إيه أهم حاجة ما ضيعش الوزن بيتلائم يعني، فأنا حطيتها لك في منديل، هي الوزنة في منديل. قال له وقال له أصل عارف أسمع أنك، شوفوا بقى المعلومات الغلط اللي عن ربنا، أنك تحصد ما لم تزرع وأنك إيه تأخذ ما لم تضع، يعني أنت بصراحة عاوزنا نتعب من غير ما تتعب أنت معانا. طبعا ده عكس اللي بيحصل،
ربنا بيتعب اكتر مننا كتير، فانت طالب مننا كتير يعني وما اديتناش حاجه، عكس المفهوم خالص عن ربنا. فقال له طب تعالى من فمك ادينك، انت وقعت بكلامك، مش انا انسان ظالم واحصد ما لم ازرع، وانت عارف كده كويس ما حطيتهاش ليعه في البنك، كانت جابت لي ربح. ما السيارفة وقتها هي استثمار مادي، فما تحطها في البنك، مش عاوز تتعب خالص، اقل ما فيها روح حطها في ايدين حد يستثمر. يعني يكون واحد مش عارف يتاجر خالص، يجي لابونا او لمرشد روح يقول له انا مش عارف اخدم فين، ممكن انفع في ايه، يقول له يستثمر له وزناته اذا ما كانش هو عارف يستثمرها لوحده. واضحه الفكره؟ فقال له انت من فمك ادينك، خلي بالكم معنى كده ما فيش حد هيقف قدام ربنا في الدينونه هيقول له انت ظلمتني، لا لا محدش هيقدر يقول له كده، كله هيكش وهيقول لهم من فمك ادينك، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. اذا كنت افتكرتني ظالم ما خدتهاش جد اكتر ليه؟ ما في ناس فاكره ربنا ظالم وهو مش ظالم. طب حتى اللي خايف من ربنا وفاكره ظالم معنى كده يمشي غلط ولا يخاف اكتر وياخدها جد اكتر؟ يبقى كله كذب. لا انت كذاب، وبعدين دي في اخواتك ماشيين حلو، مالكش حجه يعني تقول محدش عمل حاجه، لا في ناس شغاله كويس، في ناس بتتاجر وبتربح، ودول خدوا نفس الامن المنة زيك، يعني كان معاهم نفس الامكانيات، عاشوا نفس المده وعاشوا في نفس الجيل، فساعتها ما تقدرش تقول ما كانش في حد بيمشي غلط. صح. لماذا لم تضع فضتي على مائدة السيارة فكنت متى جئت استوفيها معاربة؟ ثم قال للحاضرين خذوا منه المنى واعطوها للذي عنده العشرة منى. ادوها بيع يعني فوق كمان الجدع ابو عشرة ده متفوق ده. فقالوا له بس ده عنده عشرة يعني كفاية. فهنا المسيح حط لنا مبدأ جميل وقال لنا ايه؟ اقول لكم ان كل من يعطى من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني ايه يا جماعه دي؟ من له يعطى يعني ايه؟ يعني اللي عنده جهاد يعطى نعمه، اللي عنده اجتهاد يعطى بركه، اللي بيحاول ربنا يزيده، اللي بيسعى ربنا يكافئه. كل الذي له دور ياخذ دور من الله اكبر، والذي ليس له اللي مش بيحاول خالص حتى ان كان في نعمه او وزنه في حياته تروح. فهمنا؟ يعني ربنا مديك قرش تاجر بيه لربنا، هتفضل سنين سنين، طب ما يمكن القرش يتسرق. ربنا مديك صحه، الصحه دي عشان تخدم بيها ربنا والناس، طب لو الصحه راحت هتروح في الاخر، حتى اللي عندك هيروح منك. ليه؟ لانك ما استخدمتوش صح. فالذي له يعطى ويزداد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ده يخلينا لازم يبقى لنا جهاد، لنا سعي، لنا يعني تعب مع ربنا. اللي عنده تعب ياخد نعمة قصاد التعب، اللي مش عاوز يتعب خالص وعاوز يحطها في منديل مش هياخد حاجة، حتى البركة اللي في حياته واضح منه. نفس المثل قاله معلمنا متى بس في 25، بس قال بدل المنديل حاجة تاني. قال ايه؟ 25 عدد 24. يا سيد انا اعرف انك انسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت، ده الحجة بتاعت الكسلان، ومضيت واخفيت وزنتك في الارض. هو ذا الذي لك. اشارة تاني اخفيت وزنتك في الارض يعني ايه؟ يعني دفنت الناس سرير، تبقى جاهل، يضعونه على المنار، ما تاخدش نعمة ربنا وتدفنها في الارض في اهتمامات بطالة. خفت ومضيت واخفيت وزنتك. اجاب السيد ايها العبد الشرير والكسلان، عرفت اني احصد حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر، كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارف، عندما جئي كنت اخذ الذي لي معربه فخذوا منه الوزن واعطوها للذي له العشره، لان كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، والعبد البطال اطرحوه للظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. يبقى مثالين الوكاله، وكيل الظلم بيعلمنا حكمة ان احنا نشتري الناس، نصنع اصدقاء بمال الظلم، ونفكر في المظال الابدين. وبيعلمنا بالعكس نخاف جدا من الغش، لان الامين في القليل هيبقى في امين في الكثير، وان لم نكن امناء فيما هو للغير من يأتمن على الحق.
مثل الأمناء أو الوزنات بيعلمنا أن كلنا عندنا وزنات، كلنا وكلاء، وكل واحد وشطارته. احذر أنك ترمي الوزنة أو تدفنها وتقول أصل ربنا إيه، ظالم أو قاسي أو صارم أو يحصد ما لم يزرع. لا، من فمك تدان، ساعتها ربنا هيطلب منك وهتقول ما عنديش، والذي عندك خذ منك، لإلهنا كل مجد وكرم.